بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لو أنت شخص بتدرس اللغة الإنجليزية فأكيد عانيت وبتعاني من مشكلة نسيان الكلمات الإنجليزية اللي بتتعلمها بعد مدة معينة، وهذا إشي طبيعي. طيب، هل في حلول لهذه المشكلة؟ وهل ممكن نزيد فترة تذكر الكلمات؟ اليوم راح نعرف إيش هي أفضل طريقة لتذكر الكلمات الإنجليزية. احنا عملنا فيديو سابق عن الذاكرة وكيفية تذكر المعلومات وكيفية حفظ المعلومة، راح احط لكم الرابط في الوصف، بتمنى ترجعوا له لانه الكلام اللي فيه مهم جدا جدا وبيتعلق في موضوعنا لليوم. والان في عندي 6 طرق او حلول هتساعدنا جدا في تذكر الكلمات الجديدة. اول حل عندي هو الكتابة والتكرار مع النطق، يعني حيكون عندنا دفتر نسجل فيه كل الكلمات الجديدة، ودفتر تاني ننسخ عليه الكلمات ونكررها مع النطق، وبهيك أنا بكون شغلت أكتر من حاسة بنفس الوقت، فإيدي بتتعود على كتابة الكلمة وحاسة النطق وحاسة السمع لما أنا بحكي الكلمة وبسمعها لنفسي، وحاسة البصر لما بأشوف الكلمة وأنا بكتبها، فبصير من الصعب جدا أني أنسى الكلمة. طيب، لو كانت في كلمة صعبة وحاسس حالي مش متذكرها منيح، ساعتها حكتب الكلمة على ستيكي نوتس وعلقها قدامي على المكتب عشان أشوفها كل ما أقعد على المكتب وتثبت الكلمة في ذهني. الحل الثاني اني اراجع امثلة تانية عن نفس الكلمة، فهذا الاشي بيثبت المعنى في الذهن وبقدر اشوف استخدام الكلمة في اكثر من موضع، بينما بس لو كنت عارف مثال واحد فمن السهل اني انساه، عكس لو كنت شايف اكثر من مثال وهذا اشي طبيعي. الحل الثالث هو الاستعانة بالصور، يعني لو كل كلمة صعبة ربطها في صورة معينة فهذا الاشي حيساعدني جدا على تذكر المعلومات واسترجاعها. الخطوة الرابعة اني ما احفظش كلمات كتيرة في نفس الوقت، عشان مخ الانسان له حد معين في استرجاع المعلومات، فالافضل انه احفظ الكلمات بالتدريج، يعني كل يوم مجموعة كلمات افضل من اني احفظهم كلهم مرة واحدة. الحل الخامس هو المراجعة، يعني مش انا حفظت مجموعة من الكلمات خلاص ما راجعهم مش تاني. احنا قلنا انه الذاكرة مع الوقت بتضعف، فعشان نخليها مستمرة لازم نراجع الكلمات حتى لو مرة كل أسبوع لحد ما تثبت في الذهن. وأخيرا، يفضل لما أحفظ كلمة أني أعرف الصيغ والحالات التانية للكلمة، مثلا يعني كلمة care في منها careful, carefully, careless, be careful، وهيك أنا بكون اتعرفت على أكثر من صيغة لنفس الكلمة، وساعدني كتير في ربط الكلمة مع كلمات تانية شبيهة إلها، بسهل عملية استرجاعها عند اللزوم. في النهاية، لو احنا طبقنا هذه 6 حلول اكيد راح تسهل من تذكر الكلمات الانجليزية وراح تصعب من عملية نسيانها. في النهاية، بتمنى تكونوا استفدتوا من الموضوع، ورجاء اذا عجبكم الفيديو تعملوا اعجاب ومشاركة له، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. شكرا لمتابعتكم والى لقاء جديد. We'll be right back.